ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداساً احتفالياً في كنيسة العذراء للاتين في ماركا، تم خلاله منح عدد من أبناء الرعية سري المناولة والتثبيت. إلى التفاصيل. رحمة ولا تنتهي وقوله الحق احتفلت كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان بمنح عدد من أبنائها وبناتها سري المناولة الأولى ومسحة الميرون المقدس، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن. عونه كاهن الرعية الأب خليل جعار وعدد من الشمامسة والخدام. المجد لله في العالي وعلى أرض السلام، المجد لله في العالي وعلى أرض السلام، نسبح الرب العلي هللويا هللويا، نبارك الملك السماوي هللويا هللويا، المجد لله في العالي وعلى أرض السلام، المجد لله في العالي حضر الصلاة جمع من الأخوات الراهبات ومدير مدرسة اللاتين بماركا الأستاذ سهيل خوري وعدد من هيئة إدارة المدرسة وذوي الأطفال وأشابيلهم وأقاربهم وحشد من أبناء الرعية. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجيء إليه ونجعل لنا عنده مقاما. من لا يحبني لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني. قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم، ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الآب باسمي، هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. وأكد المطران الشوملي في عظته على مكانة القربان الأقدس الذي سيتناوله الأطفال اليوم، وعلى نعمة الروح القدس الذي يعطى لنا في سر الميرون. وفي نهاية عظته قدم المطران الشوملي التهنئة إلى الأطفال وأهاليهم وأشابينهم على هذه النعمة الإلهية التي قبلوها. كلمة صغيرة عن ثمار الروح القدس. إذا إحنا استخدمنا المواهب السبع وعشنا بقوة مواهب السبع، ماذا نثمر؟ ما هي الثمار الصالحة التي تنتج عن أعمالنا؟ القديس بولس بيسميها في رسالته لأهل غلاطية، بيسميها على سبيل الذكر وليس الحصر، بذكر 9 في بعض النصوص بذكر 12، لكن ثمار الروح القدس هي أكثر بكثير مما يذكره القديس بولس. بذكر الفرح، الفرح ثمرة من ثمار الروح القدس، الفرح عكس الحزن، الفرح المحبة، السلام، طول الأناة، الصبر، الصفح يعني التسامح، الغفران، الإيمان، العفاف، الوداعة. ممكن نزيد كل ثمار الروح القدس الأخرى مثل الوحدة. الوحدة يعني الاتحاد في العيلة. كم عائلاتنا بحاجة إلى الروح القدس لتعيش متحدة، وحدة بين الرجل والزوج والزوجة، بين الأبناء وأهلهم،
بين الأجيال المختلفة ضمن نفس العيلة. الوحدة اليوم صارت أو غيابها مشكلة كبيرة، كثير عائلات تعيش متمزقة. إخوتي، الانقسامات والتمزق هو ثمرة الروح النجس، هو من فعل الشيطان، بينما الوحدة، الاتحاد، الانسجام، الاتفاق، التوافق، التشاور، العمل معا كفريق واحد، هذا كله هو ثمرة من ثمار الروح القدس. ومن خلال هذا الاحتفال المهيب جدد الأطفال المتقدمون مواعيد عمادهم علانية، ومن ثم قام سيادة المطران بمنحهم سري المناولة الأولى والمسح بزيت الميرون المقدس. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا. آمين. متفجر في كل حين، يا إصبع اليمنى التي منها يسار ثرواتي، يا موعدا بالرحمة للأب مولانا الأمين. وفي نهاية الاحتفال شكر كاهن الرعية الأب خليل جعار سيادة المطران وكل من شارك في الاحتفال، وتقدم بالتهنئة الأبوية من أطفال الرعية وذويهم. الأخوات والإخوة الكرام، مع نهاية هذه الذبيحة الإلهية، باسمكم جميعا بشكر سيادة المطران ويليام على أنه أسعدنا وباركنا بحضوره. أذكركم أن أولادكم تقدموا إلى المعمودية المقدسة وإلى سر التثبيت. اليوم الكنيسة بتسلمكم إياهم، بترجع لكم إياهم معمدين مثبتين في الإيمان. بحب أذكركم على مسؤولية كل أب وأم، كل إشبين. تعرف شو معنى كلمة إشبين؟ يعني كفيل. تسلمت هؤلاء الأطفال من هيكل الرب، حافظوا على هاي الأمانة. أولادكم أمانة برقبتكم أمام الله تعالى. سوف نسأل في يوم الدين أمام عرش العظيم عن كيف ربينا هذول الأولاد.